السؤال اللي جاي ده سؤال صعبين شويه. ايوه صعبين، برافو عليك، كويس انك فاهمه. انا مش مسؤول عن اللي حصل. ولا انا مش مسؤول. ولا انا مسؤول. ادب والسؤال هو الضفادع هي مسرحيه الكاتب اغريقي، فمن هو؟ كاتب اغريقي كتبها سنه 405 قبل الميلاد، مسرحيه كوميديه عن الاله ديونيسوس. ثلاث ثواني. علاء الدين فوزي اجابتك. ارسطو؟ لا بص، اجابه الغندور كانت مرعبه، دي بقى مضحكه ما فيهاش حاجه يعني. اجابه مضحكه. 20 نقطه. كرولوس ايمن هوميروس. طبعا ده شاعر وده كاتب مسرحي، ده اعظم كاتب مسرحي في الكوميديا الاغريقيه. كرولوس اجابه خاطئه. انا بقول الكوميديا علشان الاختيارات، اربع اختيارات بزائد 20 او ناقص 10. بلاوتوس، سوفوكليس، أرستوفانيس، ميناندر. سوفوكليس تراجيديا، بلاوكس أرستوفانيس الكوميديا. أرستوفانيس طار الجوكر من جامعة الأزهر، وطار الجوكر من جامعة الزازي.